حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو هيكون عن الكراش المبتعد، لماذا ابتعد واحواله في البعد، وهل هيكون في تواصل ولا لا. هيكون بثلاث اختيارات، يا باختيار الودعة، دي اول اختيار، يا باختيار الحجر الابيض ده، يا الحجر البني ده، تالت اختيار. او بأول حرف من اسم الكراش. عندي اول مجموعة حرف الالف، الس، الخ، الر، الشين، الضاد، الغين، الواو، اللي هي الودعة. عشان تبقوا شايفين. طيب نبتدي. الكراش المبتعد، لماذا الشخص ده ابتعد عنك فجأة؟ مجموعة رقم واحد، لماذا ابتعد الكراش؟ طيب طب ده كويس اهو. طيب ابتعد ليه؟ في بينكم تواصل روحي كمان. الكراش ده احتمال يكون بعيد عنك في المسافة، ده شخصيته جميلة جدا. طيب ابتعد ليه؟ الشخص ده بيحبك ويشوف ان انت اللي بتهتم بيه، او انت فعلا بتهتم بيه، وانت بالنسبة له زي الملاك، زي اللي بيسمعه وبيهتم بيه، بياخد باله منه. يعني في بينكم تواصل روحي كمان، ومش شايف غيرك، بس هو مش عارفه ليه هو بقى ابتعد. طب نشوف، حاسس باهتمام من ناحيتك ان انت اللي بتهتم بيه، وهو بيقدم الحب من غير يعني بشجاعه، مبيبقاش عنده خوف، بيقدم الحب من غير خوف الشخص ده. طيب نشوف. حصل مشكلة بينكم او خلاف او صراع. بصوا، انا طالع لي هنا ان المشكلة دي حصلت من حاجة من العدم، حصل خلاف بينكم حاجة من العدم، او يعني ما كانش في مشكلة اصلا، حصل الخلاف من غير مشكلة. الشخص ده اداك ظهره ومشي، حسيت منه انه غامض، انه في حاجة مخبيها عليك، ان انت مش عارف تفسر شخصيته كويس. الشخص ده بيحب يرجع لماضيه دايما، دايما عايش في الماضيه، ودايما عايش في الحاجات اللي حصلت له زمان، دايما يقعد يفتكرها. طيب على فكرة بيحبك وعاوز يقدم لك الحب بسرعة، عاوز يجي عليك بسرعة. أنا مش شايفة إن هو من ناحيته حاجة ليك بصراحة، شايفك فرصة وشايفك بيت وأسرة، بس في غموض في العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين. انت شايفه غامض عليك، وهو شايفك إن انت غامض عليه، عشان كده هو مشي وانت مشيت، كل واحد راح في مكان. يبقى هو ابتعد بسبب الغموض، بسبب ان حس ان في غموض انت مخبي حاجة عليه، وبسبب المشكلة اللي حصلت ما بينكم، او الخلاف اللي حصل ما بينكم اللي من العدم. واحتمال يكون الشخص ده متزوج بعد، عشان الشخص ده متزوج مستني ان هو يشوف حاله في موضوع الزواج ده، مش عايز يعني ياخد معاك خطوة غير لما يشوف هيعمل ايه في جوازه ده. الشخص ده متفاهم معاك جدا، انتوا الاتنين متفاهمين مع بعض، وحس بالندم وبالخسارة لما بعد. بيحبك جدا الشخص ده، غريب.
يعني شايفك كل حاجة حلوة، شايفك مليك، شايفك الأسرة، شايفك الاهتمام، شايفك فرصة حلوة في حياته، في بينكم تواصل روحي. لكن هو بعد ليه، يا بسبب الخلاف اللي حصل اللي من غير حاجة، اللي من غير سبب ده، يا بسبب انه حس بغموض من ناحيتك، او ان هو مش فاهمك، او في حاجة انت مخبيها عنه. هو فاهمك وفي تفاهم، انا ما قلتش لا، بس حاسس ان في حاجة انت مخبيها عنه. احتمال يكون شك في حاجة، او ان انت تعرف حد مثلا، مش عارف، يا انت تعرف حد، يا شك ان انت تعرف حد، يا شك ان انت مخبي عليه حاجة، يا اما مشي بسبب ان هو في علاقة رسمية بشخص اخر مستني يشوف يعني ما يعملش معاك ارتباط رسمي غير لما يخلص الارتباط اللي هو فيه الاول. طيب عندي برج الاسد، برج السرطان، برج الميزان، برج الجوزاء، وبرج القوس، وبرج الحوت. طيب هنشوف ايه احواله في البعد ده، ايه احواله في البعد ده، وهل هيكون في تواصل ما بينكم قريب. ناخد لك نصيحة، طيب احتمال ان يكون الشخص ده برضه طاقته ترابية، يعني خطوته بطيئة. احواله في البعد، الشخص ده مش شايف الحل، مش شايف الخير اللي قدامه، مش شايفه، هو مغمي عينه عن الخير اللي قدامه. بالرغم ان هو لو شال الحاجة اللي على عينيه دي هيشوف الخير قدامه، لكن هو مش شايفه لان هو مغطي عينه، في حاجة مغطية عينيه. برضه مش بينام، تعبان نفسيا، هو تعبان على طول، عمال يفكر يفكر في حاجة شغلاه، في حاجة شغلاه. احتمال يكون الحاجة اللي شغلاه دي انت، وعمال يفكر ان هو يبتدي معاك كلام تاني. هو اكيد مفيش اعتراف بالحب، ادم كراش، هو مفيش اعتراف بالحب، بس هو في حاجة في حياته عاوز يخلص منها ويبتدي بداية جديدة. الحاجة دي اثرت عليه نفسيا جامد قوي. طيب النصيحة، نصيحة بتقول في نيو لاف، في حب جديد، الشخص ده هيجي يعترف لك بقى ان هو بيحبك. هو مثلا الشخص ده كان متزوج، فهو هيحل اللي هو فيه بزواجه الاولاني، وهيجي يعترف ان هو بيحبك. لو مفيش زواج، احتمال يجي يقول لك ان انا حسيت في حاجة غامضة عني، او في حاجة انا مش فاهمها، وانت تبتدي توضحها له، وتبتدوا مع بعض قصة حب او نيو لاف زي ما في النصيحة بتقول. نيو لاف، طيب هيبقى فيه اعتراف، هيبقى فيه اعتراف، وهيبقى فيه عرض بزواج. الشخص ده هيبقى فيه اعتراف وعرض بزواج، لكن برضو هيبقى الغموض مسيطر على علاقتكم انتوا الاتنين، انت وهو. الشخص ده ممكن يكون مركزه عالي، او بيشتغل منصب عالي، او عنده روحانيات، او انت اللي عندك روحانيات، كلمته مسموعة في المكان اللي هو فيه، مهتم بدينه ومهتم بعيلته جدا. الشخص ده هيجي يطلب منك الزواج، هيتواصل معاك ويطلب منك الزواج. طيب عندي هنا ان هيعترف بالحب، وهيكون فيه زواج سعيد ان شاء الله. يبقى هو ابتعد ليه؟ ابتعد بسبب غموض منك، حاسس ان انت غامض عليه في شيء او مخبي عليه شيء، يا اما هو في علاقة رسمية في زواج، او احتمال يكون شايل مسؤولية اهله وبيته، فمستني المسؤولية دي يعني يشوف لها حل، او تخف من عليه شوية ويجي يعترف لك بالحب او كده،
او حصل بينكم خلاف من غير حاجة، حصل بينكم خلاف كده بسيط، او ما كانش خلاف اصلا، وهو بعد، هو بعد عشان كده، خلاف من غير مشكلة. طيب هو حالته دلوقتي مش شايف الخير اللي قصاده زي ما قلت لكم، وعمال يفكر، هو عاوز يبتدي بداية جديدة بحب جديد زي ما طلع لك في النصيحة نيو لاف. هيجي بس هيسيطر برضو الغموض زي ما قلت لكم على علاقتكم انتوا الاتنين، انت تبقى غامض عليه برضو وهو هيبقى غامض عليك. طيب عندي برج العقرب طالع بشدة، طالع مرتين يعني، كمان يكون من برج العقرب. طيب قراءة كده رقم واحد خلصت، شكرا ليكم، خش على القراءة رقم اتنين. حرف الب، الحاء، الزال، السين، الطاء، الف، الكاف، اللام، اله. اول حجر الابيض الشفاف ده. طيب عايزين نشوف الكراش ابتعد ليه عنك فجأة. مش لازم يكون بيكلمك، ممكن يبقى مهتم بيك، او انت حاسس ان هو مهتم بيك، مفيش كلام ما بينكم بس حاسس ان هو مهتم بيك، وفجأة مرة واحدة اتغير عليك. طب ليه؟ ليه الشخص ده اتغير وبعد؟ طب ده سول ميت. الشخص ده عنده حب من ناحيتك، بيحبك، وفي تواصل روحي ما بينكم عالي. احتمال يكون من الناس اللي كلامها حلو، اللي بتعرف تتكلم حلو. ابتعد فجأة لانه دخل في حالة من الاكتئاب، دخل في حالة من الانعزال عن الناس، عن البشر، دخل في حالة من الانطواء على ذاته، بيعيد حساباته، بيفكر بشكل كويس. هو شكله من الناس اللي تحب تقعد مع نفسها شوية من الوقت، تعيد حساباتها، تعيد هو عمل ايه، يعيد هو عمل ايه، يعيد هو غلط في مين مثلا. بيقعد يحاسب نفسه الشخص ده، هو دلوقتي قاعد في فترة اكتئاب. انا بتكلم كاساس ست او راجل يعني. لو البنت، لو اللي بيتفرج عليها راجل، فالبنت دي بتحب ان هي تقعد مع نفسها شوية تفكر وتعيد حساباتها، بتحب ان هي تنعزل عن الناس فترة. فاحتمال يكون البعد اللي حصل بسبب ان هو دخل في حالة اكتئاب، او هي دخلت في حالة اكتئاب، على حسب اللي بيسمعني، ست او راجل. الشخص ده بيحب يعيش حياته، كل حاجة بيعوزها بيجيبها، طموح. في منكم تواصل روحي، واحتمال الشخص ده يكون بعيد عنك في المسافة، مش قريب منك، كنتوا بتتواصلوا مثلا عن طريق السوشيال ميديا. في بداية جديدة هتحصل، في بداية جديدة هتحصل. ده هو عمال يقدم الحب اهو. الشخص ده بيحبك جدا على فكره، بس هو احتمال حصل له حاجه في حياته خليته يخش في حاله من الاكتئاب والانعزال عن البشر. يعني انت حتى هتحس ان هو متغير في تعامله اساسا، مش معك انت بس، متغير مع الناس، متغير، ما بقاش زي الاول، وبقى لوحده. في تواصل على فكره هيحصل، وفي بدايه، انا لسه ما شفتش، بس انا بقول لك الكلام اللي طالع لي هنا. الشخص ده احتمال يكون مهتم بنفسه، مهتم بشكله، مهتم بشغله، كل حاجة في حياته بيديلها وقتها. او احتمال انت، يا انت يا هو. لو انت فهو شايفك كده، لو هو فانت شايفه كده برضو، اللي هو شخص بيهتم بكل حاجة في حياته، بيدي كل حاجة وقتها، ما بيحطش حساب حاجة على حاجة. الشخص ده بيحبك جدا جدا جدا، وانتوا سول ميت لبعض، وزي ما قلت لك في تواصل روحي ما بينكم. طيب عندي برج العذراء وبرج الجوزاء، واحتمال برج الحمل برضو، بشوف ده برج الحمل. هبقى احوله في البعد، وهل هيكون في تواصل؟
احواله في البعد هو واقف بيبص عليك وبيراقبك. كروت طالعه اهي، يعني رتبتها كتير. طيب احواله في البعد ندم، ندمين، زعلان، في حاله طاقته مش حلوه بصراحه، طاقته وحالته مش كويسه خالص، طاقته وحالته النفسيه فيها ندم وحزن شديد. احتمال كان بيكلمك وكان شخص من الناس اللي كلامها كويس وبتحب الحياة، ومرة واحدة اختفى وبقى لوحده وبقى منطوي على ذاته. الشخص ده هو بعيد عنك بس بيبص عليك وبيراقبك، عاوز معاك بداية. البداية دي سريعة مش بداية هتقعد وقت. شايفك السول ميت، يعني ده تاني مرة تطلع، شايفك السول ميت او انت اللي شايف السول ميت. في انجذاب شديد ما بينكم. الشخص ده زي ما قلت لك في حالة مش كويسة وبيحن دايما لماضيه، مش قصدي ماضيه ان علاقة قبلك يعني، لأ، بيحن لذكرياته، لطفولته، لأهله، لعيلته، بيحب عيلته جدا وبيحب الأطفال، بيحب مامته جدا. احتمال يكون حس بخداع او حس بخيانة من شخص قريب ليه، مش عارفة مين الشخص ده، فهو ده اللي خلاه حزين وبعد وبقى عنده ندم. احتمال يكون عنده ندم ان دخل الشخص ده حياته. مش لازم يكون الشخص ده علاقة او حاجة، ممكن يكون صديق ليه عادي. هو دلوقتي قاعد بيراقبك، في حالته في البعد مراقبة، بس مراقبة وبيحط خطط برضو. يعني الشخص ده طموح وبيبص لقدامه جدا، بيبص لمستقبله جدا، بس برضو مش بينسى ماضيه. من حين لآخر بينعزل لوحده ويقعد يفكر في ماضيه. طيب هل في تواصل؟ هيبقى في تواصل؟ اه طبعا هيبقى في تواصل. قلت لك هو حصل له غدر، حصل له خيانة، مش عارفة بقى حصل له خيانة من مين. ممكن تكون علاقة قبلك وممكن يكون صديق لي، مش لازم تبقى خيانة يعني. زي ما قلت لك هو ما حصل له الموضوع ده او حصل له الازمه اللي هو عدى بيها دي، مشي لوحده وقعد لوحده منعزل وندمان وتعبان، حالته مش كويسه خالص الشخص ده. في بدايه، هيبقى في بدايه باستقرار، مش من العقل او من القلب، دي بدايه باستقرار. انا طبعا هو بيحبك بس هو لازم اللي يكمل الحب الاستقرار، فهو بيبص عليك ببداية باستقرار، والبداية دي هتبقى سريعة مش بطيئة. يبقى في ما بينكم كلام كويس الفترة الجاية، بيبقى في ما بينه منه اعتراف ليك ان هو معجب بيك او شايفك ان انت الزوج المناسب، يعني هو هيقول لك كده، اعتراف منه كده، لان البداية بالاستقرار يعني هيتكلم في زواج. طيب عندي برج الجوزاء بس كده. خش على القراءة التالتة. حرف الت، الجيم، الدال، الزين، الصاد، الظه، العين، القاف، الميم، الياء، أو الحجر البني. طيب يا ترى الكراش بتاع كروش بتاع دلي. الشخص ده لما بيخش في موضوع او بيخش في اي حاجة لازم يكسب، يعني هو من طبعه كده، حتى لو جه على اللي قدامه عادي، يعني حتى لو في نقاش
لازم هو اللي يكسب النقاش. في تواصل روحي ما بينكم والشخص ده بعيد عنك، احتمال يكون بعيد عنك، احتمال دلوقتي يكون بيراقبك. في تواصل روحي ما بينكم زي ما قلت لك، والشخص ده اي حد اي حاجه هو عاوزها بيعملها. في حواليه ناس كتير، الشخص ده وقاعد بيفكر وبيوزن، بيوزن الامور. الشخص ده بيقعد قاعد بيفكر وبيوزن الامور. شايفك شخص قلبك طيب وحنين. سوري. شايفك شخص قلبه طيب وحنين، شخص جميل من بره ومن جوه. ده طالع لي مرتين الكلام ده. حابب شخصيتك وحابب تعاملك معاه ومع الناس، بس الشخص ده مش عايز اقولك، يعني هو طمع شوية. الشخص ده هو بيحب اللي هو عاوزه يعمله. مهما كان هو هيجي على مين، بس اللي هو عاوزه بيعمله، مش بيشوف قصاده غير الحاجة اللي هو عاوزها. الشخص ده بيخاف من الالتزام. سبب بعده عنك الخوف من الالتزام. هو شايفك انت تصلح للزواج وكل حاجة، بس في خوف من الالتزام. يا اما في واحدة مسيطرة على حياته، والدته، يعني في حد مسيطر على حياته. زي ما قلت لك هو ملول شوية، عينه دي ما بيقبلش بنصيحة الغير، مش غير اللي هي والدته. لا، والدته طبعا بيسمع كلامها او مسيطرة عليه. انا بتكلم على اي حد، هو ما بيقبلش بنصيحة حد. مزاجي كل شوية بحال، عشان كده هو بيبعد ويجيلك، يبعد ويجيلك. متحفظ على مشاعره جدا جدا جدا. بالنسبة له انت شخص جميل جدا وشخص ملاك، يعني شخص ده انت طالع لي مرتين. شايفك احتمال تكون بيبي فيس، وشك بيبي فيس، او انت تعاملك مع الناس بتتعامل معهم حلو قوي، او الشخص ده بالذات وبالتحديد كنت بتتعامل معاه كويس جدا. هو شايفك تصلح للزواج وتصلح لتأسيس أسرة، لكنه بيخاف الالتزام. طيب عندي برج القوس وبرج الحمل وبرج بشوف ده سرطان. طيب احواله في البعد، وهل هيكون في تواصل؟ طيب شوف، احواله في البعد متردد، مش عارف ياخد خطوة. الشخص ده متردد ومش عارف ياخد خطوة. شايفك ان انت في حب متبادل ما بينكم، في حب متبادل. هو شايف كده ان في حب متبادل ما بينكم، و عاوز بداية معاك، عاوز بداية معاك، لكنه شخص متردد. مش عارفة هو متردد بسبب ان هو مش عاوز يخش في التزام. احتمال يكون هو مسؤول عن عيلته مثلا، مامته وباباه. هو الشخص ده مش متجوز، يعني مش طالع لي كده ان هو متزوج. هو شايل حمل، ممكن يكون الحمل ده مامته او باباه او اخواته. وشاف عقبات كتير في حياته، يعني هو حارب عشان يوصل اللي هو فيه. النصيحة بتقولك ان الحب ده مش متكافئ، مفيش تكافؤ، او الشخص ده مش مينفعش. مش عارفة ليه برضو، يمكن عشان الشخص مش بيحب الالتزام. هو شايفك ان انت شخص تنفع للزواج، لكنه مش بيحب يخش في علاقة يلتزم بيها.
بصي شايفك حاجة جميلة قوي، يعني شايفك نجمة بعيدة أو حاجة صعبة المنال، أو أنت شخص مختلف عن الأشخاص اللي حواليه، وشايفك البيت والأسرة والسعادة وكل حاجة، لكن مش عاوز ياخد خطوة لأنه بيخاف من الالتزام. احتمال برضو يكون من العقبات اللي مر بيها في حياته، علاقة سابقة أثرت عليه جامد، هو خلاص طلع منها وعاوز بداية جديدة، عاوز يتولد من جديد. هو بصراحة شايفك حاجة جميلة جدا جدا، في حب من قلبه في قلبه من ناحيتك، وشايفك انت شخص فيه كل الميزات، لكنه شخص مش بيحب الالتزام. يمكن عشان كده النصيحة طالعة بتقول ان الحب مش متكافئ، لان هو ايه فايدة ان هو بيحب لكن ما مش بيحب يخش في التزام او يخش في علاقة جادة. فيمكن عشان كده النصيحة بتقولك طيب، هو هيكون في تواصل ما بينكم طبعا، بس مش هي التواصل مش هي مش هيوصل لحاجة رسمية، الا بقى لو غير فكرته عن الالتزام ده وبقى يعني يحب ان هو يخش ويلتزم، او في امرأة هي اللي مسيطرة عليه. احتمال تكون الامرأة دي والدته مسيطرة عليه ان هو مثلا يتزوج حد معين، هو عشان كده مش عارف يخش معاك في علاقة رسمية وابتعد عنك. طبعا كل واحد ليه قصته. انا قلت هنا برج الدلو وبرج العقرب وبرج الجوزاء. طيب شكرا ليكم، يا رب تكون القراءة عجبتكم. لو انتوا اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بعمله، وتنزلوا في الكومنتات تعرفوني على نفسكم. شكرا ليكم، باي باي.